الطرقات ديالتي الا كان الطريق هذه تاع الجامعه هذه من حيث فتحوا الجامعه ما كانش اللي دار فيها ورسلح من ديك الساعه راها قاعده والله يا وجي في الليل دحم في حفره تروح قال لوطو طريق كارمان كذلك حنا الله غالبه هدرنا للمير هدرنا للوالي هدرنا براوه هدرنا الله غالبه هو سبق هذه اللي نطيقولها لولد عمي وكيفاش راكم دائما يوميا؟ هو وين نروحوا نطيروا هلا غالب اللي عنده شلوطو راه دق دقها ورانا ندوروا هذه يلا غالب ما نكذبش عليك نقول لك باللي والله ما سمنا منين ناخذوا انا خضرات راني نجي في النقل ما نبغيش نركب اللوط والله لاني نكري خضرات ما نبغيش نركب اللوطو هلا غالب التاكسيات ما يبغوش يجونا التاكسيات راه خضرات 15 عام ما يبغيش يجي خبرك التاكسيات قانون 8000 15 عام ما يبغيش يجي كي نزيروه تقول له كارمان يقول لك ماهيش رايح والله واحد النهار نزلني من اللوطو نزلني حتى بغيت نفات ما بغيت ما نزلش ورجعت قلت اودي نظلي ندق انا وياه باطل هذه اللي اش تنقول لك خويا راهي كاع فوضى في فوضى كاع ما كاينش جا طريق لا بيس خير منها كاع انا نقاسي وماشي غير الطريق هذه اتونسيون تقدر تقول كاع الطرق مهترئه 80% على مستوى الولايه كاع لا بيس خير منهم خويا ما كان واش نذكر لك كاع الاحياء معظم الاحياء عاطلين معظم الاحياء سوناتيبا رحمه حي البدر وزادوا مؤخرا العمل هذا اللي داروه يعني حفروه كاع يعني كل الطرق هتكونها يا ودي نقول لك حاجه حق ربي الله خير وينطيح ماشي كاسيون تاع هالمشكل يعني انت تخير الحفره اللي طيح فيها ماشي كاسيون تاع اش نقول لك الطريق تاع كرمان هذه اسوء طريق في الله اعلم في الولايه كي تقعد تشوف الله اعلم في الولايه كامله هذه اسوء طريق والواحد مشي وشوف رانا نعانوا منها الدرجه تاع كون صرنا كون نرحلوا منها ان شاء الله بربي ونرحلوا منها وبارك الله بكم السلام عليكم والله الشكوى بلا ما كما قال لك بلا المسؤول ما يشوفوش منها في ذيك المعنى ما كانش منها مسؤول ولا اي واحد ما يشوفوش منها يعني وراهي معروفه راه بالك 25 عام 20 عام وطريق جامعة تضرب المثل في ذيك المعنى وخاسرة خاسرة حتى ما تكتبش على كراك ما تكتبش عليه والله المستعان تقريبا انا كل يوم سون سبونسيو طرطق تروح ايه شحال من عام؟ راه فات يعني ملي عقلت انا فيه راه فيه بالك ثلاث سنين ولا سورتو من الديزيام حتى الكارمان كاع قدام حتى اللي عند الرومبو هذيك تاع كارمان كمرمي بدون فيها والله لي يومين الناس تلاقى مع بعضها صعوبات الطاكسيات ما كنت تقول له روح دخل واحد تقول له دخل واحد انا للشونتي هذا ما يبغيش يدخلو يقول له الطريق راه مكسره ما ندخلكش تما يغلي عليه في التسعير اي يغلي عليه ويقول له ما ندخلكش ودي يقول له مثلا نديك ب 20 ولا 15 ولا يقول له الطريق مكسره ما نديكش لا مساكين راهم يجوا يتمشاو دوك الخدام معاك بعد خرجه ما تعطيكش تخرجه علاه سونسبونسيون تروح لك لي زامورتيسال الحسبوبه